طبعا انت فيك تستلم البيت اعتبارا من اول الشهر. الله يخلينا اياكم يا رب. وطبعا الاجره راح تكون رمزيه يا سيد فؤاد، يعني شغله 500 ليره بالشهر مو اكثر، بيخصمها المحاسب من اصل الراتب. كتر خيركم يا سيدنا، فضلتوا علينا. وبالنسبه للاجراءات الثانيه بتساويها بالشؤون الاداريه. بس في شغله مهمه كثير كنت بفضل اقول لك عليها بنفسي لانها حساسه شوي. تفضلوا سيدي عم بسمع. انت بتعرف انه بالبيت في مكبس مي اثري. شو هاد سيدي؟ مكبس مي اثري. بيت باب المصطبة سيدي؟ اي نعم. وهالمكبس هاد اثر تاريخي مهم كثير، وطبعا نحن لازم نفتخر باثارنا ونعرضها لكل ضيوفنا العرب والاجانب لحتى ياخذوا فكره واضحه عن الحضارات يلي مرت على راسنا. ايه طبعا طبعا سيدنا طبعا. وبناء على هالشيء جرت العاده انه كل ضيوف وزارتنا وبعض الوزارات المجاوره نزورهم بيت باب المصطبة ليشوفوا مكبس المي. حلو سيدي. حلو كثير، مو غلط ابدا. يعني لازم الاجانب يعرفوا انه نحن لما استعملنا مكبس المي كانوا هن لساتهم عم يغرفوا المي، يعني لا تاخذني بالافه والسطل. ها لهالشيء هاد هلا كل المطلوب منك تسهيل هالزيارات هي وتامين سبل الراحه لضيوفنا لحتى ياخذوا انطباع جيد عن شعبنا. ولا يهمكم سيدنا ولا يهمكم، ولو من هالناحيه انا راح اقوم باذن الله بالواجب والزياده. بس بدي اياك ما ترتعب من الحكي، بجوز تمر السنه كلها ما يزورك حدا فيها، وبجوز تنعجق شوي بايام المهرجانات والايام الثقافيه والمواسم. يا سيدي باب بيتي مفتوح باي وقت. وهيك نحن عشمنا فيك يا سيد فؤاد، وهلا بامكانك تروح على الشؤون الاداريه تتابع الاجراءات. كتر خيركم يا سيدنا، تفضلتوا. شكرا. الله يخليك. مع السلامه. لك يا سلام يا سلام على هيك بيوت، يا هيك بيوت يا أبلة. بصراحة ما كنت متوقعته هيك، يعني قلت لحالي يمكن يعطوك بيت مهرهير وعايف حاله، يعني ما توقعته هيك مرتب. هذا حتى تشوفي جوزك قديش مهم. بس بتعرف كأنه هالبيت وهير يعني ناقصوا هيك شوية ونسوا حركة. قلتك لا، ولا ألعن من هيك، ما عاد حدا أجا زارنا. يمكن لأنه لسه ما تعودوا على عنواننا الجديد. لا وما عاد حدا حرد عنا. بتتذكري قديش كان يجينا حردانين على هداك البيت؟ هلأ ما عاد حدا هو مناحيتنا منه. عجبك على هالحظ؟ ودخلك خالتك أم خليل شو أخبارها؟ سمنة وعسل هي وجوزة. هلأ صاروا سمنة على عسل؟ من طول عمره أبو خليل مطايقة لخالتك. ما بعرف شو صاير معهم، بس انقلبت أحوالهم فوقاني تحتاني. ما بتكتنا؟ بلا، بس لخلص نفس هالأرجيلة. إلا كان تصبح على خير. مرحبا فؤاد، بسلم عليك المدير العام وبيقول لك إنه لازم تروح اليوم بكير على البيت لأنه رئيس الوفد الهنغاري جاي يزور مكبس المي. إيه، هلا بخلص المعاملة اللي بين إيدي وبمشي فورا. My friend, it's pistum water. وهذا البيستوم ووتر يعني مكبس مائي من أهم آثار الحضارة الهلنستية. النساء الهلنستينيات كانوا يطالعوا فيه الزير من البير. أما الرجال الهلنستينيين فكانوا يستخدموه لكبس المخلل. يا حبيبي ومنين بدنا نلحق لهم هدول؟ بعدين بيكونوا حاجزين بشي مطعم. طيب وشو عم يحكي هذا؟ شو بيعرفني؟ يمكن عم يحكي بولوني هذا. Ladies and gentlemen, will you please come on to drink tea? Come on please, come on. أنا نعم. احتراماتي. ايه نعم موجود.
سيد المدير العام. قالوا نعم. نعم سيدنا. نعم يا سيدي. ايه حاضر. حاضر مثل ما بتأمروا. الله معكم سيدي، الله معكم. خير؟ شو بو؟ عم يقول لي روح بكير على البيت لأنه جاي وفد من جمعية المرأة ليزوروا مكبس المي. ومكبس المي هذا من أهم آثار الحضارة الهلنستية. النساء الهلنستينيات. مين هن الهلنستينيات؟ هي تبع الحضارة. كانوا يستخدموه لحتى يطلعوا الزير من البير. شايفين كيف؟ أما الرجال الهلنستينيين فكانوا يستخدموه لكبس المخلل. ومن المعروف تاريخيا أن الآراميين هن أول من اكتشفوا المخلل. وهذا الاكتشاف الغذائي العظيم انتقل من هون إلى كل حضارات العالم. عم تسألوني كيف؟ وأنا رح جاوبكم كيف. البعثة الأثرية اليابانية اللي بعتوا خصوصي لهون. استمدياتك لك هلأ شلون كانوا يكبسوا مخلل بمكبس المي؟ لك هلأ اسمعي بسطحي، هذا اللي شايفتي عم يحكي مهندس ميكانيكي عنا بالدائرة، ما له علاقة بكل هالشي وما بيعرف الله وين حاطه، حتى بالميكانيك ما بيعرف يفك برغيف. شوفوا معي لشوف هالرسوم الموجودة على جسم المكبس، هي رسوم رومانية، وهذا دليل على انه الرومان استخدموا هالمكبس هاد بعد ما اجروا عليه تعديلات حتى قال يوهمونا انه هن اللي اخترعوا. لك شو بيعرفني؟ شايفه مسترسل بالحكي والشرع. انا رح دوب من جوع. هو انا على اضراب. بندوا هذا الرأي. طيب والحل؟ ضحضوه. شو بيعرفني؟ ضحضوه. طمني، ان شاء الله مبسوط بهالسكنة يا سيد فؤاد. ماشي الحال سيدي. ماشي الحال. عظيم، عظيم كثير. شوف يا فؤاد. نعم سيدي. بدي بشرك بشارة حلوة كثير. خير سيدنا؟ تفضل تفضل ارتاح. شكرا سيدي. بعد بكرة شو؟ بعد بكرة الخميس. بعرف الخميس، بس قصدي شو المناسبة؟ والله ما بعرف ليش، في مناسبة سيدي؟ ولو يا سيد فؤاد، بعد بكرة في مناسبة مهمة كثير. وشو هالمناسبة بقى سيدي؟ خميس البيض يعني؟ لك شو بيض وما بيض أنت الثاني؟ بعد بكرة عيد الآثار العالمي. شو الحكي سيدي؟ عيد الآثار العالمي؟ اي نعم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا سيدي. وانت بخير يا سيدي. الله يخليك، وان شاء الله هيك يعني العيد الجاي بتكونوا هيك باعلى المراتب باذن الله. المهم هلا نحن اخترنا مكبس المي اللي ببيتك ليكون مكان الاحتفال اللي ناوي تعمله المديريه بهالمناسبه. ببيتي انا؟ اي نعم، مشان هيك بدنا اياك تجهز البيت منيح وتشطفه وتنظفه وتزينه بشويه اعلام اضويه. على حسابي انا؟ هلا في فرق بيننا وبينك؟ على كل حال اطمن، اطلع على سقيفة البيت رح تلاقي كل شيء موجود فوق على السقيفة. لا تخاف، ما رح نخليك تدفع من جيبتك ولا قرش واحد. كتر خيركم يا سيدنا. وهلا بامكانك تتيسر على البيت وخذ اجازة بكرة مشان يوم الخميس تكون جاهز. حاضر سيدي بامرك. الله معك. سلام معك. مع السلامة. هنا هل سمعتم؟ وآثارنا لنا حرام على أعدائنا. نوشي كافي. نشكر نشكر نشكر. انظروا إلى هذا المكبس، انظروا إليه، انظروا إليه ليخبركم بعظمة هذا المكان. هنا ملتقى الحضارات، هنا ملتقى الثقافات، هنا مغامرة العقل الأولى. فلتسمع الدنيا بأننا مهد الحضارات، بأننا أصحاب هذا المكبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوشي كافري. نشكر نشكر نشكر.
الحين كسر ظهري. ولك تراك هزيني من ايدك بتاع ساعدني. ما بقدر يا منال، ما بقدر. الزينة مستلمة وموقع عليها، وبخاف ينقصله شي علم او شي حبلة يعملوا لي اياها قصة وصيرة بعدين. ولك كانت باطلة ومحولة هالنقلة لهالبيت، كنا قاعدين ببيتنا وكافين الناس خيرنا وشرنا. قلتك قال فرحنا بجاجة اكلناها بريشة. بعدين وين خالتك؟ ما تجي تساعدك؟ طلعت سيران هي وجوزها. هلأ على حظنا اتفقوا دخيلك. يا رب وهي المفاتيح يا سيدنا، وكتر خيركم والله يخلينا اياكم. طب انت ليش بدك تسلم البيت ليكون اتضايقت من هالكم احتفال اللي صاروا عندك؟ اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. معقوله اتضايق من الاحتفالات انا؟ بس يعني بصراحه، ايه بصراحه انا مو قد هالحمل، مو قد منوب. يعني هالمكبس يعني الله يسلمه مسؤوليه كبيره. ولا تنسوا انه هالمكبس اثر تاريخي مهم يا سيدنا، ارث حضاري نادر، وصعب كتير على مواطن بسيط مثلي يحافظ عليه ويراعي هيك تحفه نفيسه يا سيدنا. طيب بسيطه، زين على الشؤون الاداريه وتابع اجراءات التسليم. حاضر يا سيدنا، كتر خيرك. شكرا. مهديات يا رب. خي فعلا يا منال ما في احلى من هالبيت، فعلا ما في. صحيح، يعني هو صحيح البيت صغير علينا وعلى قدنا، بس على القليله اخذين فيه راحتنا وعلى 24 ايراد. لا وما في مين يزعجنا على الرايح والجاي. افتحي الباب منال دخيلك. مساء الخير فؤاد. آسفة كثير لأني اجيت بهالوقت. خير أم خليل؟ شايفك جايبة شنطتك معك. إيه والله، تخانقت أنا وأبو خليل وجاي أحرد عندكم كم يوم.